اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن حمدي، يمكن الهرم الرابع دي ما جاتش من فراغ، بطولات والقاب، بس اكيد في حاجه او يعني محطه في مشوارك انت بتعتز بيها جدا يا كابتن. كلاعب ولا كمدرب؟ لا كلاعب، احنا دلوقتي كلاعب. هو كلاعب الحقيقه يعتبر اغلى بطوله بالنسبه للعصر الحديث في الكره الطايره هو بطوله البحر الابيض المتوسط. يعني كانت بطوله صحيح. قويه جدا، وبعديها حصل نقله في الكره الطايره كمان، احنا قربنا قوي للمستوى العالمي. انا فاكر كسبنا اسبانيا في اسبانيا. كسبنا اسبانيا في اسبانيا 3-2 في نهائي البطوله، وكان جمهور عظيم جدا وكبير جدا حاضر الماتش، بالاضافه لان اسبانيا في الوقت ده كانت بتلعب في الفاينال فور بتاع بطوله اوروبا وخامس عالم، فكان فريق قوي جدا وكان كامل، ما كانش ناقصه حد. فالحقيقه البطوله دي كانت نقله للكره الطايره المصريه. بعدها ابتدى بقى الدوري العالمي والمشاركات والبطولات العالم والبطوله اللي هي الجائزه الكبرى بتاعت الكره الطايره العظماء صحيح السته، كل ده المشاركات دي كلها ظهرت بعد ما حصلنا البطوله. وطبعا يا كابتن خليني اقول لك برضو انه انت حمدت يعني في اسلوب لعبك عملت يعني طفره معينه، عملت شكل معين للاعب الكره الطائره، وده كان داعي لاحترافك. يعني انت احترفت بالخارج برضه، عايزين نتكلم عن رحله احترافك ليه، لانه الحقيقه دايما الجمهور يقول لك لا لاعب ولاعب محلي، لا انت كنت لاعب عالمي كمان، فاحترفت في روسيا، وروسيا دي من اكبر دوريات في العالم. كلمنا عن التجربه دي يا كابتن. الحقيقه طبعا هو عمليه على في الفتره بتاعتي اللعب بتاعتي كان موضوع الاحتراف ده صعب شويه، يعني صحيح الانديه كانت متمسكه بينا وما كانش فيه حته اللي يخلص عقده يقدر يمشي وكده، فكان عمليه الاحتراف كانت بتتم اعراض سنويه للخارج حسب بقى ما يجي عقد يعني مميز ليك وللنادي. فالحقيقه كان جات لي فتره في السعوديه، احترفت فتره في السعوديه، وبعديها احترفت فتره طبعا في الدوري الروسي بعد بطوله العالم في 2003، تالقت فيها واحرزت ثالث بيست سكورر على البطوله. فالحقيقه جالي العقد دوت وكان مميز جدا، والنادي الاهلي وافق بالرغم انه كان محتاجني جدا في الفتره دي، ولكن تقديرا لجهودي مع الفريق وتاريخي مع النادي الاهلي الحقيقه النادي وافق جدا ان انا اطلع التجربه ديت، خاصه ان هي في دوري قوي جدا يعتبر طبعا. هو والدوري الايطالي من اقوى الدوريات في العالم. يعني الحمد لله يعني رحت وقابلت بلاء حسنا واستفدت جدا من التجربه، حتى يعني كل الخبراء كانت بتقول ساعتها كان عمري تقريبا ساعتها 34 35 كان يعني، فكان كله متوقع ان انا هبطل في ظرف سنه سنتين، لا التجربه ديت ساهمت ان انا اكمل اكتر من 6 7 سنين بعد